إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. ثم ما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، طبنا جميعا في هذا اليوم، وهو يوم الجمعة، ويوم الجمعة هو خير يوم طلعت عليه الشمس، وطاب ممشانا بإذن ربنا، وتبوأنا من الجنة منزلا. أسأل الله العلي القدير أن يلهمنا رشدنا، وأن يهل علينا ما تبقى من أيامنا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، وأن يختم لنا بالإيمان وبالإسلام، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة، أيها الإخوة المؤمنون، يوم الجمعة يوم كريم ويوم عظيم، رفع الله تعالى من درجات أهل الجمعة، لذا ثبت عن رسولنا صلى الله عليه وسلم وهو يزف هذه البشرة أو هذه البشريات أو المبشرات لأمته، ومن ذلكم يقول صلى الله عليه وسلم: من اغتسل يوم الجمعة، وفي رواية غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى إلى المسجد ولم يركب، ثم لم يلغو أثناء الخطبة وصلى ما قدر له ثم بعد ذلك صلى مع إمامه حتى يفرغ إمامه من صلاته، قال النبي الكريم: يكتب الله عز وجل له بكل خطوة خطاها إلى المسجد أجر سنة قيامها وصيامها. كل خطوة من خطواتك من بيتك إلى المسجد، لكن قد تتبعت الأثر وعملت بحديث نبينا الكريم: اغتسلت وكنت أيضا سببا في غسل أهلك أو نظفت نفسك، ثم جئت إلى المسجد ولم تفرق بين اثنين، ولم تلغو أثناء الخطبة، ثم صليت ما قدر لك، ثم بعد ذلك أتممت صلاتك مع إمامك، فلك بكل خطوة إلى المسجد أجر سنة كاملة صيامها وقيامها. ثم أيضا من فضل هذا اليوم العظيم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الصلاة إلى الله، لا توجد صلاة مثل هذه الصلاة يحبها الله، ألا وهي صلاة الصبح في الجماعة في المسجد ليلة يوم الجمعة.
ويوم الجمعة يوم عظيم ويوم مبارك، ولذا يستقبله المسلمون استقبالا إيمانيا إسلاميا، فيرفعون من قدره فيؤدون فيه الصلاة التي فرضها الله أولا، ثم يشرعون في ذكر الله، ثم جعل الله تعالى بعد صلاة العصر جعل ساعة من صادفها ودعا الله عز وجل إلا استجاب الله له. عندك واحد ساعة بعد صلاة العصر يستجيب الله تعالى فيها الدعاء، وقيل هذه الساعة بعد المغرب بساعة الدعاء فيها مستجاب. الجمعة يوم كريم ويوم عظيم، فعلينا أحبتي في الله أن نجتهد وأن نجد وأن نفرح بيوم الجمعة وأن نهيئ أنفسنا للصلاة كما يريد النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه صلى الله عليه وسلم يبلغ عن الله عز وجل. خطوة إلى الأمام، هذه من باب الذكرى كما قال تعالى فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. أما موضوعنا هو تتم للحديث السابق، والحديث السابق الذي كان في الجمعة التي مرت بنا في هذا المسجد كان الحديث حول فضائل الصيام، ثم وقفنا عند بركات هذا الشهر الذي هو قبل رمضان، ويسمى بشهر شعبان الذي بين رجب ورمضان، ويقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم شعبان بين رجب ورمضان تغفل الناس عنه، الناس فيه عن غفلة وفي غفلة. وإذا بالنبي الكريم يبين ما يقع في هذا الشهر من الخير، قال صلى الله عليه وسلم تصعد أو ترفع أعمال العباد إلى الله. وكان النبي الكريم يكثر فيه الصيام، فسئل عن صيام ما تيسر من هذا الشهر، فقيل عنه صلى الله عليه وسلم يصوم هذه الأيام أو بعض الأيام أو معظم أيام شعبان، قال لأن الأعمال تعرض على الله وأحب أن يعرض عملي على الله وأنا صائم. هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر شعبان. ثم خطوة إلى الأمام، اسمعوا حفظكم الله، وعوا واعلموا أن هذا حق لا مرية فيه، فقد ثبت في حديث رواه الإمام أحمد وغيره وحسنه المحدث العلامة أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله عن جمع من أصحاب رسول الله، يقول صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يطلع على العباد في ليلة عظيمة وهي الليلة ديال منتصف ديال شعبان، وهي الليلة القادمة. نحن اليوم 14 من شعبان، هذه الليلة القادمة هي الليلة التي يتكلم عنها رسول الله. يطلع الله تعالى إلى العباد فينظر إليهم، قال النبي الكريم فيغفر لهم جميعا. حينما تكون الليلة ديال منتصف شعبان فالله عز وجل يطلع على عباده ثم ينظر إليهم بعين الرحمة، قال النبي الكريم فيغفر لهم جميعا إلا المشرك والمشاحن. المشرك الذي أشرك في عبادة الله، الذي وقع في فخ الشرك الذي هو من أفخاخ الشيطان، إما في شرك الربوبية أو شرك الألوهية أو شرك الأسماء والصفات، أشرك في عبادة الله. والله جل جلاله هو الأحد الفرد الصمد المعبود في السماوات والأرض، لا إله غيره، فمن عبد غيره حقت عليه كلمة العذاب والغضب. فالله عز وجل
ينظر يوم القيامة إلى أعمال عباده، فمنهم من ظلم نفسه، ومنهم من جاء وجاء وجاء بالمعاصي لكنه مات موحد، فينظر الله تعالى إلى أعمالهم فيقول لهم بعدما أدناهم منه سبحانه، فيقول تعالى لهم: عبادي سترتها عليكم في الدنيا وأنا أغفرها لكم اليوم. لكن المشرك لا تدركه شفاعة الشافعين، ولا ينظر الله تعالى إليه بعين الرحمة، فالله تعالى يغفر الذنوب جميعا إلا الشرك، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. وقد أوحى الله إلى رسول الله وإلى أمته وإلى الأمم السابقة وإلى الأنبياء والرسل من قبل رسول الله أن من أشرك بالله أحبط الله عمله. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. خلقنا الله تعالى من أجل هذه العبادة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، سخر لنا ما في هذا الكون كله من أجل أن نعبده وحده، أن نخلص له في حياتنا كلها. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. كن موحدا يرضى الله عنك في الدنيا وفي الآخرة. وإياك وإياك أن تشرك بالله شيئا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من مات وهو لا يشرك بالله شيئا وشيئا نكرة، في سياق النفي فإنها تعم، من مات وهو لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات وهو يشرك بالله شيئا دخل النار. التوحيد عباد الله من أجل أن خلقنا الله. ولذا في هذه الليلة المقبلة بإذن الله، فالله عز وجل يطلع على عباده فينظر إليهم بعين الرحمة، فهو الرحمن وهو الرحيم وهو الغفور جل جلاله، فيغفر لهم ذنوبهم كلها. قال: إلا المشرك والمشاحن. المشرك الذي جعل مع الله يعني ندا وإلها، يصلي لله ويدعو غير الله، فالدعاء هو العبادة. والنبي صلى الله عليه وسلم غضب بل لعن الذي يدعو غير الله، والذي يذبح لغير الله، والذي يتوكل على غير الله. وإنما كان على المسلم أن يتوكل على الأحد الفرد الصمد هو الله، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. لا نتوكل إلا عليه سبحانه وحده لا شريك له. وفي الدعاء، لأن الدعاء قال النبي الكريم هو العبادة، والله تعالى قال: ادعوني. ما تديروش معايا شي واحد، مش تصلي لله، تصلي لله وتدعو غير الله، تصلي لله تصوم لله تحج لله، ولكن في الذبح تذبح لغير الله. لعن الله، يقول النبي الكريم، من ذبح لغير الله. فالذي يدعو غير الله عليه اللعنة، وقد وقع في فخ الشرك والعياذ بالله. والله عز وجل يحب الموحدين، يحب من يخلص له الدعاء. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أين تذهبون عباد الله؟ نحن نلجأ إلى غير الله، بل فينا من يدعو الله ويدعو معه غيره. أربي وريدة الوالدين، أربي والشيخ الكامل، أربي ورسول الله، وهكذا كل هذا شرك والعياذ بالله. وإنما الدعاء هو لله، لأنه عبادة، والعبادة لا يستحقها إلا الله. وإياك أن تشرك بالله، كما قال النبي الكريم: لا تشرك بالله ولو قطعت أو حرقت أو شردت، بل مت على كلمة لا إله إلا الله وهي التوحيد، فالله تعالى يغفر لك الذنوب كلها بإذن الله، وأنت من أصحاب الجنة. يطلع الله عز وجل في ليلة النصف من شعبان
يطلع الله تعالى إلى خلقه أو على خلقه فيغفر لهم ذنوبهم كلها، الذنوب كلها تغفر بإذن الله في هذه الليلة. قال النبي الكريم إلا المشرك والمشاحن، المشاحن إلا المشاحن الذي بينه وبين أخيه شحناء بغضاء. النبي صلى الله عليه وسلم حرم التباغض والتدابر وأن يعرض المسلم عن المسلم والغيبة والنميمة والقتال فيما بينهم، كل هذا محرم أبينا إلا أن نفعله. شوف الغيبة الآن والنميمة، شوف التدابر والتباغض، شوف الشحناء بين المسلمين، حسبي الله ونعم الوكيل. مع أن القرآن الكريم لما ذكر صفات المؤمنين أنهم عن اللغو معرضون، كل لغو وخاصة بينك وبين إخوانك في الغيبة والنميمة. حتى المساجد لم تسلم من غيبتنا ونميمتنا، حتى المساجد ما احترمناش المساجد، الغيبة في المساجد، الشحناء في المساجد، البغضاء في المساجد، الدمزة في المساجد. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. يا أمة الإسلام، إنما اختاره الله تعالى لنا هو الخير وهو الحياة لنا في الدنيا وفي الآخرة. لذا يقول تعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. أيها الأخ الكريم، اسمع وصيتي حفظك الله، إذا كان بينك وبين أخ لك سواء كان قريب أو من عائلتك أو صديق أو جار أو أحد من إخوانك في المسجد، مهم مسلم بينك وبينه شحناء، عندك تبقى حتى الليل، وإياك وإياك أن تنتظر إلى الليل، وإنما كان عليك قبل الليل، قبل أن يظلم الظلام ديال الليل ديال هذه الليلة، أن تستغفر الله وأن تعود إلى أخيك. ولو كنت أنت المظلوم، لأن الإسلام أراد من المظلوم أن يعفو، اعفو عمن ظلمك، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. كن من هؤلاء الذين ذكرهم الله بصفة الصبر والحظ العظيم، اصبر على البلاء واعلم أن الابتلاء يأتي من الله، قد يبتليك الله تعالى بأخ لك في المسجد فتصبر على أذاه ولا ترد بالمثل، وإنما تعفو وتصفح كما كان نبينا صلى الله عليه وسلم يعفو ويصفح. إذن هذه الليلة الله تعالى يطلع على العباد فيغفر ذنوبهم، لكن المشرك والذي بينه وبين الناس شحناء المشاحن هذا لا يغفر الله له. فانتبهوا لهذا إخواني، علينا حفظكم الله أن ننكسر بين يدي الله وأن نستجيب لله وأن نستجيب لرسول الله وأن نكون في المستوى العالي الذي يليق بنا جميعا. الإنسان ما يخمش الكبر، الإنسان ما يقول شيء وأنا مظلوم هو اللي يجي يصلح معايا، لا، سبق انت إلى الخير، كن من السابقين إلى الخير، كن ممن يبدأ يفشي السلام، وخاصة أن تعود أخا لك في الله وتفتح الباب ديال الصلح بينك وبينه، أبشر بكل خير، أبشر بكل خير. أسأل الله العلي القدير أن نكون إن شاء الله في هذه الليلة ممن تغفر ذنوبهم، وأن ينظر الله تعالى إلينا بعين الرحمة فيغفر ذنوبنا، إنه ولي ذلك والقادر عليها. قولوا قولي هذا واستغفر الله. اللي قدامه شي بلاصه يعمرها الله يجزيكم بخير، لان الاخوه ديالنا عند الباب. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الارض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، اهل الثناء والمجد حق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. احبتي في الله، لا يزال الحديث حفظكم الله عن بركات هذا الشهر الكريم العظيم، ثم ينتقل بنا الحديث
هناك حدود حددها رسول الله، كاين حدود حددها النبي الكريم. هذا الشهر يشير إليه النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الإمام مسلم من حديث أبي هريرة يقول عليه الصلاة والسلام: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. هذا حد حدده النبي الكريم، إذا انتصف شعبان قال فلا تصوموا. والرواية الثانية: إذا بقي النصف من شعبان فلا تصوموا، إلا من كان يصوم صوما فليصمه. ويلي هذا الحديث حديث آخر يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين، إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه. إذن إذا بقى النصف من شعبان، يعني بقى النصف الثاني لرمضان، من شعبان إلى رمضان النصف الثاني، قال النبي فلا تصوموا، إلا الذي كان يصوم صوما، كان يواظب مثلا على صيام الاثنين والخميس، وجاء الاثنين والخميس في النصف من شعبان الأخيرة، فليصم ذلك ولا شيء عليه وهو مأجور. وإنما النهي للذي لم يصم قبل ولم يتعود على الصيام ولم يواظب على صيام بعض الأيام المباركة التي ذكرناها في الأسبوع الماضي، هذا لا يصوم. كذلك إذا بقي لرمضان يوم أو يومين نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصيام، إلا الذي كان يصوم صوما فليصمه. مثلا أحد إخواننا يواظب على صيام الاثنين والخميس، طلع هلال ليلة رمضان يوم الجمعة مثلا، هل يصوم يوم الخميس يوم قبله؟ هل يجوز له أن يصوم يومين قبله؟ نقول نعم، لأنه كان يواظب، كان دائما يصوم يوم الاثنين والخميس، وجاء يوم الاثنين والخميس في يوم قبل رمضان أو يومين قبل رمضان يجوز يصوم ولا شيء عليه وله في ذلك الأجر. وإنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم الذي لم يتعود ولم يواظب ولم يصوم قبل هذه الأيام المباركة الاثنين والخميس مثلا. ثم كذلك الذي عليه قضاء رمضان كان ذكرا أو أنثى، ولذا كانت عائشة رضي الله عنها وهي أم المؤمنين زوج رسول الله الصديقة، كانت كتخلف الأيام ديال الحيضة ديالها ديال رمضان في شعبان من كثرة قيامها وإحسانها لرسول الله، ما كانش عندها الوقت باش تخلف الأيام اللي كلات في رمضان ديال الحيضة ديالها، لكن كانت رضي الله عنها وأرضاها كتصوم تلك الأيام في شعبان. فمثلا المرأة التي عليها القضاء أو الرجل اللي عليه أيضا القضاء، قضاء ديال رمضان أو بعض الأيام من رمضان، من ذلكم المسافر، من ذلكم المريض، شحال من واحد مرض في رمضان وأجاز له الإسلام الإفطار، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، فجاه باش يخلف في منتصف ديال شعبان أو أيام قبل رمضان فليصم ذلك ولا شيء عليه. كذلكم المرأة مثلا عليها القضاء ديال رمضان اللي داز وجنص من شعبان أو بعض الأيام قبل رمضان، فيجوز لها أن تصوم ذلك ولو اليوم واحد قبل رمضان. إذن احفظوا هذا حفظكم الله حبتي في الله، وأرى أن الوقت يزاحمني. فإذن هذه الليلة التي نحن على أبوابها ليلة عظيمة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم بكل خير، فهي هذه الليلة التي اختارها الله من بين الليالي كل سنة في هذه الليلة ديال شعبان، ينظر الله تعالى إلى عباده، يطلع عليهم فينظر إلى ذنوبهم وإلى أعمالهم فيغفر الذنوب كلها إلا من أشرك بالله، إلا المشرك أو المشاحن. وإياك أن تحمل حقدا
على إخوانك المسلمين. عندك دخل الشحناء والبغضاء في حياتك وفي قلبك. وقد ذكر الإمام الأوزعي رحمه الله أن الشحناء التي ذكرت في هذا الحديث هي البدعة. دخل حتى الشحناء. شوف الفقه ديال الإمام الأوزعي رحمه الله. وهي البدع المبتدع الذي يظن أنه يحسن صنعا ويقول أنا أتقرب إلى الله بهذه العبادة. وهي عبادات باطلة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلها. وكل عمل وكل بدعة وكل تعبد لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم فهو بدعة. ولذا يقول صلى الله عليه وآله وسلم مبينا يعني هذا المنهج الذي بعث من أجله، قال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا كيف ما كان ذاك العمل ليس عليه أمرنا ديننا دعوتنا سنتنا، قال النبي الكريم فهو رد. من أحدث في أمرنا هذا، أحدث جاب واحد الحاجة جديدة ودخلها سواء في الذكر سواء في الصلاة سواء في الصيام سواء سواء سواء، كل هذاك باطل. ختاما أحبتي في الله، أيضا هذه الليلة بعض الأفكار ديال بعض إخواننا، بعضهم يقول أن هذه الليلة هي الليلة ديال الزردة، فنطعم الطعام ونجمع الناس وندير الكسكسو ونطعم الفقراء والمساكين، وبعضهم يقوم هذه الليلة يقوم القيام ديالها كلها، وبعضهم يختم فيها القرآن، وبعضهم كل هذا من البدع التي ما أنزل الله بها من سلطان. الأمر كما جاء في الحديث، رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقم هذه الليلة ولم يأمر فيها بإطعام الطعام أو أن يجتمع الناس على الكسكسو على القصع وعلى، وفي الناس من غلا في هذا، كتلقاهم في الليلة ديال النصف ديال شعبان كي يبدأوا يحضروا هو 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 يبدأ يحضر. ماذا تقول؟ قال قل هو 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 هو. ما معنى هو هو؟ ما فهمنا ما معنى هو هو. شوف القميص اللي هناك هو هو، هو عنده تأويل، يقول هو الله، لكن إذا قلت هو أموت ما قلتش الله، إذا قلت الله يمكن قل ال نموت نقول هو. شوف الفلسفة فين وصلت بقوم لا